برشنسي عاودوا يستعملوا زيت القليان بشكل متكرر، ولكن التصرف هذا يسبب مشاكل خطيرة على صحتنا. تحبوا تعرفوا علاش؟ ما عليكم كان تتابعونا في سكانير. زيت القليان هو في الأصل دهو، وكن عاودوا نستخدموه أكثر من مرة يكون أسوأ وأكثر خطورة، على خاطر الدهون المتحولة في الجسم تشكل خطر كبير على الصحة. وفما برشا ما يعرفوش اللي زيت القليان كن عاودوا نستعملوه يسبب مخاطر صحية مرتبطة بأمراض القلب والسرطان والمشاكل الإدراكية كيما الزهايد، وهذا وفق لتقرير دوتشي فيلا. على خاطر الزيت كي يتعرض لسخانة برشا تتحول فيه بعض الدهون إلى دهون متحولة، ويتعرض لفقدان خصوصيته، وهذا اللي يؤدي إلى إطلاق الجذور الحرة اللي عندها تأثير ذر. واتباع نفس العملية لفترة طويلة يسبب مضاعفات صحية خطيرة كما السمنة، ألم المعدة وعسر الهضم وحتى أمراض القلب. على خاطر الاستهلاك العالي للدهون المتحولة يزيد مستويات الكوليسترول في الجسم، ويؤدي زيادة خطر الإصابة بالحموضة وحرقة المعدة. كانت هذه سكانير لليوم. إذا كان عندكم معلومة صحية ولا طبية شاكين فيها، ما عليكم كان تبعثوا هنا على الحياة فيم، وأحنا في دقيقة نجيبولكم المعلومة الصحيحة.